تصمت الهدن ولا تجدي نفعا في الخرطوم، بينما ضجيج الحرب ودموية الاشتباكات يبقيان سيدي الراهن في السودان، حيث لا صوت إلا صوت السلاح. الاقتتال يسحب جنوبا ويطال غرب دارفور، مخلفا مقتل حوالي 500 شخص في الولاية منذ اندلاع الحرب في البلاد وفق تقديرات لجنة الأطباء السودانية. أحدث تصعيد في الجنين عاصمة ولاية دارفور وقع بين يومي الجمعة والاثنين كثاني مرة خلال 3 أسابيع. اللجنة أحصت 150 قتيلاً غرب دارفور، ولكن نظراً لانقطاع الاتصالات مع الجهات الصحية والأطباء على الأرض وتدمير عدد من المستشفيات في غرب دارفور، فإن إحصاء سلطات الولاية التي قدرت إجمالي عدد القتلى في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب عند 500 شخص، وهو العدد الأقرب للدقة. السلام في السودان يبدو أبعد من إحلاله بهدنة، حتى إعلان جدة قد لا ينصاع إلا لشروط منتصر، هكذا يعتقد المتمسكان بالسلاح، وكل منهما يعد انتصاراته متهماً الآخر بالتعدي على المدنيين والمرافق الخدمية، منها تضرر مستشفى شرق النيل بالعاصمة السودانية إثر القتال الدائر بين الفصيلتين. قوات الدعم السريع اتهمت الجيش بشن ضربات جوية على المستشفى، بينما يقول الجيش إنه استهدف أسلحة ومخازن وقود قوات الدعم السريع في تلك المنطقة. لأول مرة منذ بدء النزاع السوداني يظهر القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يتجول بين جنوده بالعاصمة الخرطوم، بدا أنه محاولة لرفع معنوياتهم. اشتداد القتال ألقى بأوزاره على السودانيين، حيث أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل ما يزيد عن 600 شخص ونزوح ما يقارب نصف المليون خلال 4 أسابيع من القتال، الذي منع أيضاً وصول المساعدات الإنسانية رغم الحاجة الملحة لأكثر من نصف السكان.